اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. الفيديو اللي فات واللي عملنا فيه اكتر من 10 لتر من صابون سائل الشركات فيري وبريل فيبا، حضراتكم قلتولي ان الكمية دي تعتبر كبيرة جدا جدا علينا لو احنا عايزين نجرب ونصنع في البيت. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيلو واحد بس من صابون سائل الشركات، وكمان هنقول على معلومات مهمة جدا جدا واللي تعتبر اساسيات صناعة الصابون السائل. اول مرة بتشوفوني معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي، يلا بينا. مبدئيا لازم نعرف ان صابون سائل الشركات بيتكون من 3 حاجات اساسيه، مكونات اساسيه ومحسنات ورافع قوام او لزوجه. المكونات الاساسيه هي الصودا الكاوي او هيدروكسيد الصوديوم والسلفونيك، دول بنعدلهم مع بعض. بالنسبه للصابون السائل بيتعادلوا على رقم 7، دي ايه صودا كاويه لقد ايه سلفونيك، طبعا ده بيختلف على حسب تركيز السلفونيك. تاني حاجه بالنسبه للمحسنات، الاساسي فيها بيعتبر التكسابون، ممكن الكمبرلان والبيبي فور والبيتاين، اكسيد امين، دي كلها تعتبر محسنات. ولكن الحاجة الاساسية في المحسنات تعتبر التكسابون، واللي لا يمكن الاستغناء عنها في صناعة الصابون السائل. تالت حاجة معانا تعتبر رافع لزوجة او القوام، زي ملح المغنيسيوم، الملح الصخري، التايلوز، كل دي رافع قوام او لزوجة للصابون. قد ايه صودا كاوية لقد ايه سلفونيك، حتى التعادل لحد ما نعدلهم مع بعض بشريط البي اتش على رقم 7. وطبعا ده بيرجع لحاجات كتير، من ضمنها تركيز السلفونيك. تركيز السلفونيك بيختلف من مصنع لمصنع تاني، ولكن الصح والمتعارف عليه ان لكل كيلو سلفونيك 360 جرام من الصودا السائله او 170 جرام من الصودا القشور. اهم معلومه لازم تعرفيها في صناعه الصابون ان المواصفات القياسيه المصريه بتقول ان المواد الفعاله ما تقلش عن 5%. ايه يعني؟ لكل 100 لتر صابون 5 كيلو من الماده الفعاله اللي داخله في صناعه الصابون السائل، وده طبعا عشان يكون صابون سائل عالي الجوده مطابق للمواصفات وتقدري تاخدي موافقه عليه ان انت تشتغلي فيه عادي جدا. وعلشان نعمل كيلو واحد من الصابون السائل بتاع الشركات، الاول مش هننزل بالكميه كلها ميه، هننزل بنص الكميه بس، وطبعا في سوائل هتتحط بعد كده وهنظبط كميه الميه بعد ما نخلص. طيب المرحله الاولى اللي اتكلمنا فيها وهي فيها المواد الاساسيه، ايه هي المواد الاساسيه اللي ما ينفعش نستغنى عنها خالص في صناعه الصابون السائل؟ هي الصودا الكاوية والسلفونيك. الاول نزلت بنص الكمية من المية، يعني انا محتاجة اعمل لتر صابون سائل فبنزل بنص لتر من المية، وبنزل عليهم بتسعة جرام من الصودا الكاوية القشور. في ناس هتقول لحضراتكم 8 جرام وفي ناس هتقول 10 جرام، فانا يعني وسطنت الامور وخليتها 9 جرام من الصودا الكاوية القشور او 20 جرام من الصودا السائلة. كلنا عارفين ان تركيز الصودا السائلة بيكون 48% وتركيز الصودا الكاوية القشور بيكون 98%، علشان كده دايما تركيز الصودا القشور بيكون نص تركيز الصودا السائلة. نزلت بتسعة جرام من الصودا الكاوية القشور وبدأت ان انا اقلبهم كويس جدا 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 في النص لتر من المية. المعلقة اللي انا استخدمها تكون معلقة خشب او معلقة سيليكون بحيث ان هي ما تتفاعلش مع الصودا الكاوية، ويا ريت كل الخامات اللي هشتغل فيها او بيها تكون مخصصة فقط لعمل المنظفات. تاني مكون معايا من المكونات الاساسية واللي لا يمكن الاستغناء عنها خالص في عمل الصابون السائل هو السلفونيك. هحتاج من السلفونيك من 50 لـ60 جرام، وزي ما قلت لحضراتكم هنظبطهم بعد كده او هنعدله بعد كده مع الصودا الكاوية. اهم حاجة في صناعة المنظفات ان كل مكون بنزل بيه بقلبه كويس جدا جدا، ولازم ياخد حقه في التقليب، لان ممكن انزل بالمكون وما ياخدش حقه في التقليب، فبالتالي النتيجة اللي تطلع معايا تكون نتيجة وهمية بس لمجرد ان انا ما قلبتش كويس. لما بنزل بالصودا والسلفونيك ورا بعض بتحصل عملية تفاعل، فببص الاقي المية بتاعتي بدأت تسخن، فالصح ان انا اركنها نص ساعة لحد ما تهدى علشان نتيجة القياس تكون سليمة. ولكن انا مش هركنها نص ساعة ولا حاجة، انا هستنى حوالي 10 دقايق كده وبعدين هبدأ اقيس البي اتش وهشوف هيبقى معايا على كام. حسيت ان هو او لقيت ان هو فوق السبعة، يبقى في الحالة دي هضطر ان انا انزله بحاجة من التلاتة، يا اما السلفونيك يا اما ملح الليمون يا اما الخل. لقيت ان هو حمضي او تحت السبعة يبقى هرفعه عن طريق الصودا الكاوية، ولما باجي ارفع البي اتش او نزله بتكون بنسبة بسيطة جدا جدا جدا، لانه من اقل حاجة ببص الاقيه طلع لفوق ومن اقل حاجة ببص الاقيه نزل لتحت. فانا بقول لحضراتكم كده منعا لتهدير الخامات، ما شاء الله طلع معايا على 7 والحمد لله، ما احتجتش ان انا اطلع البي اتش ولا ان انا انزله، زي ما حضراتكم شايفين اهو على 7. احنا كده خلصنا الصابون السائل بتاعنا. بجد يا اميرة يعني كده الصابون خلص؟ اه والله يا جماعة الصابون كده خلص، ولكن هندخل دلوقتي في المرحلة التانية وهي المحسنات.
والمحسنات اتكلمنا عليها وقلنا ان المكون الاساسي في المحسنات هو التكسبون. التكسبون هو ماده رغويه اقدر اعتمد عليها بشكل كامل في تشكيل الرغوه بالنسبه للمنتج. يعني انا ممكن اكتفي بالتكسبون وما احطش المواد الثانيه بتاعه الرغوه او المسؤول عن الرغوه، زي طبعا الكمبرلان والبي بي 4 او البيتاين. نسبة التكسبون ما بتكونش ثابتة ولا أساسية بنسبة 100%، يعني حتى لو زادت شوية وقلت شوية دي ما فيش منها مشكلة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم المواد الفعالة الصح بتاعها إن هي بتكون 5%. اتواصلت مع ناس وقالوا لي لا التكسبون بالذات بيكون 8%، فأنا برضو عشان أوسطن الأمور ولا خليتها 5 ولا 8، خليتها 6%، فحطيت 60 جرام من التكسبون علشان اعمل كيلو من الصابون السائل. التكسبون ما بيدوبش في المية بسهولة، الصح بتاعه ان حضرتك تركيني 5 أو 6 ساعات قبل ما تشتغلي، او ان حضرتك تحطي فيه مية سخنة وتفضلي تقلبيه لمدة ربع ساعة او نص ساعة، وده عشان تحصل على افضل نتيجة. ناس كتير جدا بتدوب بالملح وده صح مش غلط، ولكن بيفقد جزء بسيط من فعاليته. فالصح ان انا دلوقتي حطيته في المية من بالليل وقمت الصبح لقيته داب زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت برضو لو انتوا صحيين يعني تفضلوا رايحين جايين تحركوا كده في المعلقه علشان يدوب معانا. طيب دلوقتي حطيت 100 جرام من التكسبون في الميه ونزلت بيهم على الصابون بتاعي، وعلشان ادي سنه من اللزوجه في الصابون هخش في المرحله الثالثه وهي مرحله المغلظات او رافع اللزوجه، وده بيكون زي ما قلت لحضراتكم التايلوز او ملح المغنيسيوم او الملح الصخري. طبعا انا النهارده استبدلتهم بملح الطعام، الحاجات دي اللي بتدي لزوجه للصابون، ولكن لو مش موجود ما فيش اي مشكله. الشركات بتشتغل بايه؟ الشركات بتشتغل بالكمبرلين. فانا دلوقتي حطيت سنه صغيره من ملح الطعام عشان ادي لزوجه، واستغنيتها عن التايلوز اللي هو ب 460 جنيه، الكمبرلان برضو مش رخيص، فحطيت كده سنه من ملح الطعام بمقدار جرام، هو جرام واحد عشان انا بعمل كيلو، والمفروض ان الملح ما يزيدش عن 2 جرام لكل كيلو، يعني ما يقلش عن جرام وما يزيدش عن 2 جرام. واحنا كده خلصنا الثلاث مكونات بتوع الصابون، المكونات الاساسيه صودا كاويه وسلفونيك، المحسنات وهي التكسبون، والجزء الثالث المغلظات وحطينا الملح. المفروض ان انا باخد بعد كده الصابون بتاعي وببدا ان انا اكمله للكيلو. اللون مش اساسي ان حضرتك تحطيه، وحطي اللون اللي انت عايزاه. لو حضرتك هتعملي كمية كبيرة وهتحطي مواد حافظة، الريحة بتتحط اخر حاجة خالص بعد المواد الحافظة، يعني بنحط المادة الحافظة وبنركنها لتاني يوم، بعد كده بنحط الريحة. كده يبقى خلصنا جزء كبير جدا جدا من تعليم الصابون السائل بتاع الشركات، مش اللي حضرتك بتروحي تشتريه من عند محلات المنظفات بخمسة جنيه وبعشرة جنيه. عايز اقولك ما شاء الله الرغوة بتاعته حلوة جدا جدا، جودته حلوة جدا، الموضوع موفر. بالنسبة لكيلو الصودا الكاوية انا بجيبها من شارع الجيش، سعرها 40 جنيه، او باب الشعريه من عند بتوع مستلزمات المنظفات. بالنسبه للتكسابون سعر الكيلو اعتقد 110 جنيه، بالنسبه للسلفونيك على ما اعتقد برضو لاني كنت جايبه كميه كبيره من حوالي شهرين، فاعتقد ان سعر السلفونيك في حدود 80 جنيه، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله رغوه بتاعته حلوه جدا جدا. واسالوني عن اي حاجه في اي وقت ومحتاجه منكم دعوه حلوه من قلبكم، وبحبكم في الله، واشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.